kepada Korea nomor peserta Teki 0607 disilakan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا جنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كلم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءت رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم
فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم.